اليوم راح نصدر لكم ابو ذي اعزائنا المشاهدين. اهلا وسهلا ابو هادي، حياك الله. هاشم، الله يحفظك على هذا التقديم الجميل. الله يحفظك واشكرك. اهلا وسهلا، والله يوفقك انت والكادر. الله يحفظك، وانت كل برامجك جميله، انت الاجمل. قدمت الشعر صراحه. الله يحفظك. برنامج قصه دارنا وصل للجمهور. الله يحفظك. وبرنامج رباط وهوسه وصل. شكرا جزيلا. ان شاء الله هسه فجر الابوذيه الله يسلم بجهودك وبجهود ان شاء الله الكادر. فجر الابوذيه انتم نور هذا الفجر اللي راح ان شاء الله يشوفونه اعزائنا المشاهدين. الله يحفظك يا ابو هادي. تحية. اليوم انا مشوق انه نبدا الحلقه بصراع، وعندنا كل حلقه انه يكون بداية الحلقة تحدي، تتحدى الضيف اللي بعدك. حاضر. الله يسلمك. رحت. اي. رحت وجماله ما خليت همزات وصل، وش قد علي شمات همزت. اها. أزت يا ريت اخوي وكون همزات ابني ولا يمر ضعنك علي. الله الله. الزمزم لو ملح نعتوه وصفه لعابة خمرة الفردوس وصفه أصطك أصطك لو بعد لحظات وصفه الجنازة تحوس إذا تنقاس بيه. الله. الجنازة تحوس إذا تنقاس بيه. الله. على قبري لو أن توقف يصلي ضوء خدودك يصلي. على قبري لو أن توقف يصلي ضوء خدودك يمن فرعي يصلي علي الوحش لا واحد يصلي يصلي دلفه ويتشفن شالك علي. الله. من راسل بالحمام لكم لطمعين الشمس